ام حبيبه لو سمحت يا دكتوره نصيحه لابني 10 سنين. ماله يا ام حبيبه؟ فين يا ام حبيبه؟ 10 سنين. الصلاه. بص يا ام حبيبه، انا اوصيكي بحاجتين، كرري 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 كرري، واستمري استمري استمري استمري، واصبري اصبري اصبري اصبري. التربيه كده تكرار وصبر. طب ما بيقولش ما انا بقالي 5 سنين يا اختي، هتفضلي 30 سنه ويتجوز ويجيب مراته وجاي وعياله وبتربيه وبتربي مراته وبتربي عياله. انا شرط على عيالي يتجوزوا ويخلفوا ويجيبوا العيال، على الله حد من جوازكم ياخد العيال، انا اللي هاخد العيال اربيهم. بنفضل التربيه كده، هي التربيه كده صبر واستمرار. لكن الامهات نفسها قليل صراحه ونفسها قصير في التربيه. لا زهقت، لا مش عارفه ايه، لا ده اصل ابوهم، ما هو لو كان ابوهم عمل كان كذا، ما هو كان ابوهم بقى ساعدني. وبعدين دايره ان انا مسقط الاخطاء على ايه، اسقط الاخطاء على الاخر، وده مش صح. انا المفروض ان انا اتحمل مسؤوليه، راعيه مسؤوله عن رعيتي، اعمل اللي عليا. ودول اولادك يوجعوكي، هنقعد بقى نستنى ده يقول وده يعمل ويعمل؟ لا، المركب هتغرق يا جماعه. اللي بيعرف في جد في جد، تمام، واحتسبيها عند ربنا.